السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحكم فيصل السيف من قسم سامسونج في مؤتمر CES 2016. لما نتكلم على أحد الأشياء اللي قاعدين يسوها زي البروتوتايبس، يعني هذا تصميم وشكل وجهاز يمكن تصير سامسونج تنزله بشكل رسمي لاحقا خلال عام 2016، ما في تاريخ نهائي. ولكن إيش الأشياء الإضافية اللي تعطيك إياها؟ في ثلاث ميزات موجودة. أول ميزة نتكلم عليها، في نفس الشاشة حاطين لك قاعدة شحن سريع هنا، بحيث أنه شحن لاسلكي بنظام الآي كيو. تأخذ جوالك إذا كان هو سامسونج من نفس الجالكسي S6 من نوت 5، عرف إن الشحن اللاسلكي موجود فيه، تصير تحطه على الشاشة وعلى طول تلقائيا يبدأ يشحن. هذا شيء جيد، بياخذ الطاقة من نفس الشاشة اللي موجودة يبدأ لك يشحن لك لاسلكيا. الميزة الثانية، في حاجة اسمها AMD FreeSync، تقنية جديدة لها علاقة في الجرافيكس كارد اللي موجودة، كروت الصورة اللي موجودة في الكمبيوترات، تسمح لك انك تشوف ريزولوشنز ودقة جدا عالية على نفس شاشات الكمبيوتر. ونعرف العاب الكمبيوتر دقتها اعلى بكثير لما يكون عندك جهاز قوي. اللي حيصير انه الشاشة حتسوي سينكرونايزيشن وتناغم مع نفس الكمبيوتر وكارت الشاشة، بحيث انه ما يصير في فليكرنج لما يرتفع الريزولوشن، ما تصير الشاشة تقطع معك وتحس ان الشاشة ما قاعدة تتجاوب مع نفس كارت الشاشة. الشاشة نفسها تصير تعطيك صورة عالية الدقة بدون ازعاج الفليكرنج، بدون ازعاج نقدر نقول السنسز حقات نفس الدقه العاليه والفريمز بير سكند، عدد الفريمات في الثانيه الواحده. فلما يوصل عندك 120 فريم في الثانيه الواحده هتعرف ان الصوره بتكون عندك خرافيه بشكل جدا جوي. الشيء الثالث نتكلم عليه، انه عندكم الجيم مود، نمط الالعاب تشغله امورك تمام. هذه النسخه اللي موجوده هي نسخه 27 انش في 23 انش فاصلة 6، حاجتين جديده قاعده سامسونج تعرضها لنا، كانه هذه منتجات احنا قاعدين نفكر نسويها. فانتوا شوفوها وقولوا لنا رايكم، هذا الشيء اللي قاعدين نقدموه لنفس المستخدمين. اذا عجبتك حاجه زي ذي حيكون فيها منفذ HDMI ومنفذ DV ديجيتال بورت، وبرضه حيكون او ديجيتال فيديو، بعدين حيكون عندكم المنفذ العادي اللي هو نفس ال RGB الكبير الاكستندد DVI هذا حق نفس الشاشات. مصطلحات كثيره في الفيديو ذا. المهم اعطونا لايك على الفيديو، اشياء كثيره موجوده في قسم سامسونج نغطي لكم اياها من لاس فيغاس في امريكا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.